الوالي المحترم، السادة الرؤساء، سيداتي سادتي، نحن فريق مجموعة التجاري وفابونك نجد سعداء وفخورين باللقاء معكم في هذه الأمسية المباركة في منطقة كانت دائما موجودة بقوة في قلوبنا وفي عقولنا، حيث أنه أول وكالة بنكية لمجموعة التجاري وفابونك كانت بوجدة، وهي وكالة محمد الخامس اللي انطلق النشاط التجاري ديالها في 1904، و 1904 هي سنة تأسيس التجاري وفابونك، وكان الاسم ديال البنك في ذلك الوقت يحمل الاسم ديال كومباني الجيريان. ومنذ ذلك التاريخ وبنككم يساهم في تنمية المنطقة على الصعيد الصناعي والتجاري والعقاري والفلاحي والسياحي، وشبكة الوكالات في المنطقة الشرقية تصل إلى 39 وكالة، حيث شنا اليوم فريق ديال الدار البيضاء مع الزملاء ديالنا هنا بالمنطقة الشرقية فتحنا الوكالة رقم 39. وفي طور الإنجاز وكالتين جديدتين، وإن شاء الله قبل من نهاية سنة 2009 عندنا في البرنامج فتح 10 وكالات جدد بالمنطقة الشرقية لرفع عدد الوكالات في حدود 2009 إلى 41 إلى 51 وكالة. وبعد لقائنا هذا الصباح مع السيد الوالي المحترم، وبعد استيعابنا للخطوط العريضة للبرنامج التنموي للجهة الشرقية من خلال مناقشة شفافة وصريحة مع السيد الوالي، قررنا تسريع وتيرة توسيع الشبكة، وذلك في إطار سياسة القرب. فأي بنك محترم لما تتكون عنده واحد خريطة الطريق واضحة وباينة وفيها برامج تنموية عقلانية، يعني من الواجب ديالنا كبنك وكمؤسسة مالية باش ندخلوا في هذا النشاط ونساهموا حتى حنا بصفة موضوعية في تحقيق التنمية الجهوية. واسمحوا لي بأن أقدم لكم بعض المعلومات حول التجاري وفابونك لنهاية ديسمبر 2008. فمجموع الوكالات للمجموعة كمجموعة في المغرب وخارج المغرب وصلنا الآن إلى حدود 1450 وكالة، ومن بينهم 1100 وكالة بالمغرب، وأصبحنا أول شبكة بنكية مالية على الصعيد المغربي وعلى الصعيد الإفريقي بغض النظر عن إفريقيا الجنوبية، لأن خمسة ديال الكبريات البنوك الإفريقية متواجدة في إفريقيا الجنوبية. مجموع العاملين الآن تقريبا في حدود 10,000 مستخدم وجلهم بالمملكة المغربية، وعندنا تواجد راية المغرب وراية التجاري وفابونك الآن تترفع على 21 بلد. تجاري وفابونك متواجد كبنك شامل 21 دولة الآن. رقم المعاملات لأول مرة في تاريخ القطاع البنكي المغربي، يعني الشيفر دافار بالنسبة للتجار والصناع، احنا تنسميوه الناتج الصافي، مجموع الناتج الصافي للتجاري وفابونك تعدى 10 مليار ديال الدرهم. أول مرة في تاريخ البنك في المغرب بنك تيتعدى هذا رقم المعاملات، وهذا هو اللي تيعطي واحد النظرة على وتيرة النمو وعلى إذا بغيتوا تقولوا تواجد البنك في كل الشرائح الاجتماعية المغربية وفي المساهمة في تمويل الاقتصاد المغربي. ومجموع الحصيلة تعدت 260 مليار ديال الدرهم، وبفضل هذه النتائج اللي ساهمتم فيها أنتم كزبناء وكمنطقة أصبحنا كما قلت أول مجموعة بنكية إفريقية. ولكي
نمكن مجموعتنا من توطيد تواجدها بالمغرب وخارج المغرب، دخلنا الآن في تحقيق استراتيجية نموية واعدة نتمنوا على الله في أفق 2012، وكان سنة الانطلاقة ديالها هي 2008، هو المرحلة الأولى من تحقيق هذا المخطط الخماسي. والخطوط العريضة تتجلى في بعض النقاط واضحة وسهلة. أولا، توسيع شبكة الوكالات بالمغرب لتحقيق قرب أكثر من الزبناء ديالنا. تتعرفوا بأن المغرب ما يسمى بالاستغناك، احنا وصلنا لحدود 30%، يعني 30% من المواطنين المغاربة اللي في حقهم يكون عندهم حساب بنكي هما اللي متواجدين الآن في القطاع البنكي، و 70% كلها مازال ما دخلاش القطاع البنكي. مواكبة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الممنهجة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمحددة من طرف الحكومة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، وأخص بالذكر البرامج التالية: المخطط السياحي بلون أزور، مخطط الإقلاع الصناعي إمرجونس إندستريال، مخطط رواج بالنسبة للتجار، مخطط الصناعة التقليدية، مخطط المغرب الأخضر. كما ننهج إلى تفعيل سياسات جهوية بناءة وخلق وابتكار خدمات ومنتوجات مالية لتلبية حاجيات الزبناء ديالنا والمستثمرين، كانوا مواطنين مغاربة معنويين أو شخصيين أو كانوا مستثمرين أجانب. والنقطة الرابعة في هذا المخطط الاستراتيجي هو إشعاع البنك على الصعيد الإقليمي لمد جسور عملية بين المغرب والبلدان الإفريقية. وإحنا سعداء أكثر لأن كاين مقاولات مغربية الآن من هذه الجهة من المنطقة الشرقية اللي دخلت في طور المعاملات والاستثمار في دول إفريقيا الغربية، وهي متواجدة الآن يعني تتمثل واحد المفخرة المقاولة المغربية لأنها تخطط الحدود المغربية وتتساهم في رفع إشعاع المغرب ما وراء الصحاري. وترسيخ النقطة الأخيرة هي ترسيخ خيام المواطنة للمجموعة ديال التجاري وفابونك في ميدان الإبداع الثقافي والتعليم والتنمية المستدامة. ففي إطار سياسة الابتكار لصالح الزبناء ديالنا، حققنا في الأشهر الأخيرة ثلاث مشاريع استراتيجية جد مهمة. الأولى من نوعها في القطاع البنكي بالمغرب. الأول هو منتوج لصالح الطبقات الوسطى، وأنتم تتعرفوا الآن بأن الطبقات الوسطى هي محور استراتيجي جد مهم، تهم الفاعلين الاقتصاديين وتهم المغاربة كمواطنين. فدخلنا في هذا الميدان منتوج أول، وغادي يكون إن شاء الله مجموعة من المنتوجات اللي هتتبعوا، هو مفتاح السعد. وهنا لقينا بأن كاين فرص كثيرة في المنطقة الشرقية لتوسيع العقار بالنسبة للطبقات المتوسطة، فعندنا تمويلات المنعشين العقاريين وتمويلات الزبناء ديالهم. المشروع الثاني الاستراتيجي اللي انطلقنا به في العمل هو انطلاق أول بنك اقتصادي في المغرب للطبقات ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم ولكل من لا بنك له بالمغرب، وهو بنك تلقنا له الماركة ديالو هو حساب بخير، واللي تيتوزع في شبكة وفاكاش. فهذا غادي تلقي يديه 7 إلى 8 ديال المليون ديال المغاربة اللي دابا ما عندهمش حسابات بنكية باش يدخلوا في قطاع عصري، وربما هذا الشيء غادي ينمي من المداخل ديالهم ومن الأعمال ديالهم. وثالثا، إعطاء الانطلاقة هذا الصباح للميثاق الأخضر لمصاحبة ودعم مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020. والمنطقة الشرقية اللي احنا فيها الآن هي منطقة جد مهمة من ناحية المخطط الأخضر. وبالنسبة للجهة الشرقية وبحكم المشاريع التنموية التي تعرفها المنطقة والمتمثلة في استثمارات جد مهمة
تخص البنية التحتية للمواصلات من خلال طرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية من مستوى عالي وتجهيزات سياحية والفلاحة والصناعات التحويلية وتكنولوجيات المعلوماتية. فلقد قررت المجموعة توسيع شبكة الوكالات بصفة جد مهمة في 5 سنوات المقبلة إن شاء الله باش نسيروا هاد البرنامج التنموي للمنطقة. كما قررنا تقوية تواجدنا فيما يخص تمويل القطاع الفلاحي في إطار الميثاق الأخضر. فهنا غندخلوا، راه دخلنا من هذا الصباح شفتوها في الصحف، لأننا غندخلوا بصفة جد مهمة في تمويل القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية في هذا الإطار. وموازاة، هذا كله موازاة مع نشاطنا التقليدي في القطاعات الحيوية الأخرى التي تعرفها المنطقة. كما سندعم توزيع ودعم المنتوجات الجديدة لصالح الطبقة الوسطى بالمنطقة، وكذلك دعم البنك الاقتصادي، لأن هنا كاين حاجيات كثيرة من ناحية ذوي الدخل المحدود كما قلت قبيلة باش ندخلوهم في القطاع البنكي، وحنا عندنا خدمات ومنتوجات جد مهمة. وغادا تنطلق واحد القافلة من الدار البيضاء، غتنطلق غدا إن شاء الله، وغادا تكون في المنطقة في ظرف إمتى غادي يكونوا في المنطقة الشرقية دابا 10 أيام يوصلوا هنا، 10 أيام إن شاء الله. هما وكالات متحركة غادي نمشيو لكل المناطق القروية وهذا باش يوقع واحد التواصل مع هاد الشرائح من المجتمع المغربي، ونعرضوا عليهم منتوجات اللي هي غادا تكون منتوجات جد مهمة بالنسبة لهم لأن عندها تكاليف جد ضعيفة. فلعلمكم هذا البنك الاقتصادي ما تنتوخوش منه الربحية على الأقل في 5 سنوات أو 6 سنوات المقبلة. كما سنواكب تواجدنا لفائدة إخواننا المغاربة العاملين بالخارج، وتنعرفوا بأن المنطقة بالنسبة للعمال إخوان ديالنا اللي تعملوا بأوروبا وبدول الخليج وبليبيا إلى آخره متواجدين بقوة في هذه المنطقة. فإحنا كبنك أوروبي، لأن خلقنا بنك أوروبي اللي عنده 50 فرع دابا وكالة في جل الدول الأوروبية اللي متواجدين فيها الإخوان ديالنا، حتى هذا البنك الآن تعطي خدمات ومنتوجات بحال اللي تتعطي البنوك الأوروبية في السوق الأوروبي، لأن هاد الإخوان تعيشوا 11 شهر بعيدين على بلادهم ويالله تنشوفهم شهر هنا. فلا يعقل مدة 35 سنة تنهتموا بالحاجيات ديالهم في الظرفية ديال شهر لتيجيو يزوروا العائلات ديالهم، وفي 11 شهر تنخليهم تيتعاملوا مع بنوك أوروبية، وحنا عندنا ثقافة وقرب لتلبية الحاجيات ديالهم في أحسن الظروف. وبالنسبة للفاعلين الاقتصاديين تنتوخاو باش نفتحوا نافذة على الاقتصاد الإفريقي، لأن أنا من الناس اللي معتقدين لأن مستقبل المغرب في إفريقيا. وحنا ملي مشينا دابا للسنغال ومشينا لتونس ومشينا لساحل العاج ومشينا للغابون ومشينا للمالي ومشينا للكونغو برازافيل، هاد البلدان كلها متعطشة للمعاملات مع المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية. وملي حطينا رجلينا في هاد الأبناك اللي هما أبناك مهمة وقوية، شرينا إما تنشريو أول بنك أو ثاني بنك أو ثالث بنك مع رؤية على المدى المتوسط باش يرجع هو أول بنك في كل بلد. فإحنا دابا أول بنك في السنغال وثاني بنك في المالي، وعندنا مشروع باش نسبقوا إن شاء الله في ظرف سنتين أول بنك بالمالي إلى آخره. فهذه البنوك هي بغيناها تكون جسر ما بين الفاعلين الاقتصاديين هنا باش نتيحوا لهم فرص جديدة للتصدير، لأننا تنشوف الأوروبيين دابا رقم المعاملات اللي تيعقدوه مع إفريقيا، وحنا قربنا وقربنا حتى ثقافيين وتيحبونا بزاف عاد وفاتحين لنا الأبواب كثيرة. وفرحان كما قلت لكم قبيلة بأن كاين ولاد المنطقة الآن اللي تيصدروا وتيخدموا دابا في الدول إفريقيا الغربية. ولكي لا أطيل عليكم، تنتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا
إلى ما فيه خير مشاريعنا وأعمالنا جميعا في صالح بلدنا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.